واحدة ومنها مدام. وعلي شرطة حبس عليه. معك شرطة. شرطة؟ ما تقلقيش راح، أنا جيت من طرف وليد عمك يوسف، حبيت نعرف بالخوك وحيد إلى راه في الدار. واحد مازال ما دخلش. البارح ما على بالكش مع من كان؟ كان مع جارنا خالد. بصح هو ماشي بالعناء. ما تقلقيش راح، هذه غير إجراءات قانونية حابين نديروها. إلا جا الدار ولا اتصل بكم، بعثوا هنا قسم الشرطة. وعلاش تجي لقسم الشرطة؟ هني راك ما عندنا حتى شكوى تدور لحد الساعة. بعثي هنا برك لقسم الشرطة كيجي. برك باش نتاخذوا اجراءات قانونيه. معليش كي نجي نخبرك. يعطيك الصحه. السلام عليكم. السلام. ليش نسيتكم ميسا؟ على بالي راكي دايره في بالك وش بيه هذا مروان ما بانش. درت اكسيدون غراف. بصح الحمد لله ربي استرني. راني حاب نطمنك عليا وعلى العهد اللي مديته لك. انا مازالني مريض ومازال ما رجعتش. بصح نعيط لك ونسقسي عليك. راني حاب نشوفك كيما موالفين. حبك روميسا. صح كي ما يكونش عند خالد وين يكون راح؟ هاو لا عمي بالك شي يكون كان تم وتخبى ما حبش يخرج يشوفك. مالي الشيطان يا حنان كيفاش ضرب سيد بالموس وراح يحوس عليه في داره؟ هادي ما تدخلش العقل كامل. صح عندك الحق. جاني صباح هذاك البوليسي صاحب يوسف قال لي بلي واحد مشكل بوحيد. الحمد لله. وقال لي تاني بلي عبد الهادي راه مليح. شوفي من جهة عبد الهادي انا هنيك راح تطمنت عليه. الناس ملاح فوق الناس. اسمح له بصح اخوك اسمحي لي بوزنزل هذاك كثر بزاف بهدلنا في الحوم. على بالك بهدلنا. على بالك الشرطة سمعوا جاوا لسي عبد الهادي قالوا شكون اللي ضربك بالموس؟ قالوا ما ضربني حتى واحد. قالوا ما انا كنت قطع في التفاح جرحت روحي. الناس ملاح فوق لازم هو سطروا. على سطروا على وجهكم وعلى وجهي كثر نقول لك الصح. هذا ردوا لي هنايا بزاف بزاف نقول لك الصح. حنان كل شيء عنده حدود راه هذا جاز الحدود. بصح دركا وين يكون؟ شوفي ما تشقيش روحك ريحي انتي لتماك. انا هذا ابو زنزل نعرف وين يدور نلقاه راني متصل بك ياك هكذايا. انا نروح. الو نعم يوسف واش عرفتوا وين راه؟ هاتي. الو يوسف صبتو؟ لا لا مازال ما ولاش. هو انت وين راك؟ وطول باش ترجع. ايه بصح انا سحقيتك. لا لا مانيش وحدي عمي راه معايا. مالي الا عندك خبر جديد عيط لي. صح حنان احنا لازم نروحو. خالتي تستنى فينا ولا تتقلق؟ اما لا روحو خذو التاكسي. خسارة عليك يا بنتي حنان عمك هنا وتحكمي تاكسي. روحو بدلو وجدو روحكم ونحطكم في طريقي. يعطيك الصحة. سلمك بنتي. ربي كثر من تلك. كاتالوج تاع جهاز ممتاز. بصح بصراحة ما كنتش ننتظر في عمل خيري
قيمته كبيرة كما هذه. الجهاز مطلوب والمرضى راح يدعيوا لكم. هذا الشيء نعملوه بلا مزيدنا. بصح عندي شرط لك، ماذا بيا المرضى كامل يستعملوا هذا الجهاز، ولا كاش ما صرا له مشكل ولا تقدر تشوف هذا اللي اتصل به. سي سالم كن متهني. بصح اسمح لي طول شوية وانا عندي شغل على بالك. اصبر شوية. دكتور عادل جا؟ اوكي ايه هو جاي. دكتور بيمسك جاي. تفضل. واش عادل ممكن ما سقسيش عليك، ما تحوس عليا، ما تعيط لي. صباح الخير نجاة. صباح الخير دكتور، راه مشغول شوية عنده ناس، ممكن تسمع؟ دخل. صاحب كيما هذا ما تفرجش فيه، جا اليوم وجاب لي اللي هدرت له عليه. دكتور عادل يعطيك الصحة. الإنسان ماشي الهضرة تاع الناس اللي طلعوا ولا تهبطوا، فعلوا وعملوا. بون اسمحوا لي، البيرو راهو ليكم، خذوا راحتكم. صباح الخير. صباح الخير. الدوسي هو تمام. تفضل. خد عندي التليفون تاعك. هكذا لاس حقيتك نعيط لك. معليش تفهمني واش كاين؟ نتلاقى وتفهم كلشي. خليك. دكتور ايمن راك موقوف على العمل حتى تفرق القضيه. هذا قرار قانوني سيدي المدير، هنا نحترم القانون. بصح الحاجه اللي ما نقدرش نفهمها كيفاش ناس نخدم معاهم اكثر من 15 سنه يشكوا فيا. وعلى راسهم انت سيدي المدير، تعرفني مليح وتعرف اخلاقي وتعرف نزاهتي. انا في رايي طبيب اللي يخون السيرفيس تاعو ويتاجر في اعضاء الناس محتاج دراهم، وانت تعرفني بخيري ولا بس عليا. بصح راني واثق باللي تبان براءتي. دكتور راك تعبان، هذه فرصه لك باش تروح تريح. تفضل. انا عم سي حاجي. على سلامتك سي حاجي. الحمد لله. معلوم معلوم سي حاجي، وكيفاه الأفكار تاعنا راهي تمشي كيما حبينا احنا سي حاجي. انا عمان. قول لي سي حاجي وقتاش تدخل الجزائر؟ يعني انا قلت اذا حبيت ولا تعيط لي نجي نوصلك ولا. هاي سي حاجي هذيك صح، بارك الله فيك. على خير الله في راحك سي حاجي. صح. نقولك الصحة أيمن،
انا عمري ما شكيت فيك. واش عليه تصرى هاد الصوالح يصرى وصاحبي. حتى انا بعثت لك بريه باش نحطك في اول طريق تاع هاد الناس قبل ما يتفروها في هذيك المراه مسكينه. المهم واش نقول لك، الغلطه كانت نتاعي على خاطر انا اللي ما لقيتش البريه في الوقت المناسب، نسيتها في الدرج تاع المكتب نتاعي. حتى انا نفهم كي درتني متهم في القضيه هذه، خاطر المريضه ديالي وانا الاخر اللي زرتها في دارها وهذاك. البريه بعثها للكانونين باش ما ناثرش الحكم تاعك بالصداقه ديالنا وتقدر توصل لهاد الناس. يعني فاهم بلي هذا اجراء روتيني وعادي خلاص نورمال. شوف عندي مجموعه تاع الصوره فوق نعتهم لك كيف ما تعرف واحد بعد خاصه اللي يدور عندكم بزاف في المستشفى بعد. شفت راه نو وهذا لا شوف مليح عين لا 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 شوف ترى وينو زيد شوف هذا جون ديزي هاد سيد شفت مع دكتور عادل خارج من عند ديريكتور وهذاك نهار بدات جون ديزي بليك سيتي با لا بروميير فوا نشوفو تعرف وين؟ في لايغوبور نهار ديت هودا وصلت هودا واحد طفيل كان تما صرا الوان مالاس دونك تعرف لازم ننترفيو شي طبيعي فوالا وهو ينسيستي باش نديه للكلينيك تاع طارق وانا حاب نديه للسبيطار فينالمون هاد السيد بانت بلي يخدم عند باب الطفل هذاك شكون هذا؟ بعد راك تعرف ما تصورش قد ما راك عاودت ما تخلقش روحك بيه بزاف هذوك راح ترتاح انا عندي تحقيق لازم نكملو مع فرمليان تاعك من بعد راني نعيط لك اخويا دابا انا عندك تليفون واش بيك هبلت؟ ها؟ ما راكش تخمم ولا كيفاه؟ يا اخي قلت لك ما لازمش تكون عندنا علاقة مع لابوليس. هاي كيفاه الحال برك؟ صافاك بلي انا خاطيني سالم. كيفاه خاطيك هذا كيفاه؟ كان يدور معاك ولا لا؟ كان معاك ولا لا؟ كيفاه حتى خليتو شرب الكاشيات؟ هو اللي يحب. ما كنتش دير في بالي كاع راح يدير لي السمير تاع البارح. والحكاية تاع الموت جامي شتو عندو. هو اللي يحب ها؟ هو اللي يحب. شوف وجهك كيفاش راهو. روح روح غسل وجهك روح روح وضرب دار حومتك وسيي كيفاش تدخل للدار هكداكش ما كاين جديد ولا عيط لي وصل البارح تماك في الحومه انايا لو كان دوك ندخل لابوليس يدوني ديريكت منين نهضر انايا مع انني نهضر واش بيه راسك ما تفهمش ولا كيفاه لا لا روح عندهم خير روح عندهم خير اسمع دبر راسك انا لازم تضمن لي باللي رانا بعد امشي واحد يبقى عندك هنا تحوس على واحد تاني قلت لك امشي Thank you.
ملي تلاقيت به وانا ندي ونجيب حيرني. واش راهو حاب عندي؟ دا النيميرو ديالي وما حبش يعطيني ديالو، وين يعرف اسمي؟ الو، بصح علاش نتلاقى بك؟ لازم نعرفو علاش. صحة وين؟ ايه نعرفو. اوكي دكتور صح. واش تلمو كامل عليا اليوم؟ خي نهار يا خي، حكاية المرأة مازال ما فرات، مزية برك كلشي حصل في أيمن. وي طارق، لا لا ما سحقيتكش، كاين سحقك نعيطلك، ما نجمش راني أوكوبي. طريق السلامة أخويا. صح جيستومون، جيت نشوفك. والله رانا دوني بتحب نجيك، صعب والله ما نقدمش عليك، خفت ندير لك مشاكل هذا ما كان. واش صاب مع اخوك؟ واش نقول لك؟ راني صابر حتى يفرج ربي. بس على الشيء هذا كاع؟ يا اخي انا ناوي معك غير الحلال، يفوتوا ايامات برك على وفاة يماك ربي يرحمها، ونجي نخطبك. نبيل انا لازم نروح. ما اقدر، يا اخي عندك كور. لا لا ما تخش الكور، روح لدار. امشي امشي هدى امشي حق عليك، برا ما نشوفكش، انا ما نشوفكش، والله غير بزاف. هاي الكور تاعك تشوفي. هاي. سلامتك سعيد. بس سعيد واش بك يا صاحبي؟ ولا راك في دار الشرع والجيجه راح يحكم عليك. ريلاكس واش بك ريلاكس. على بالي كي تخرج منا تخرج فرحان. وجيبك معمر. بون ما كتبوش الهضره بزاف. انا سحقيتك. انت على بالي بلي تسحقني. خصوص دراهم بزاف. عيط لي جيت. ماذا بيا نعرف شكون انت واش راك تسحق من عندي؟ صاحبك طارق ويسلم عليك.
هو عندك بزاف ما راحش العياده عنده. انا نخدم بزاف ما عنديش الوقت لصحاب، وطارق ماشي صاحبي. معليش شد، شوف الدوسي هذا مليح وماذا بيا لا ريبونس في اقرب وقت. بلا كي تقراه راح يخوفك. بصح كي تشوف الورقة هادي يروح لك الخوف. هاك هادي ديالك، رفدو قربوا ليك هكذا باش تعرف القيمة نتاعهم مليح. نقول لك سبيسيالمون جاي من عند المعلم الكبير، إذا فريت لنا لافير اطلب واش تحب. الو انا عماه، معليش معليش انا جاي. معليش اوكي. اطلب واش حبيت. خصك والو كي رحت له. صح صح يا سي محفوظ، غير لحقت الصغار غامو بيا كيما يحب الخاطر. انا لا على بالي من غيرك انت واحد ما يقدر يفريها لي. يعطيك الصحه سي محفوظ. فيما يخص السلعه تاعك منا على 15 يوم تكون عندك. ما رانيش مقلق، ومنا الفوق الخدمه تكون غير معك ودراهمك. درامي فيريهم لي في الكونت. صدق اللي قال معرفة الرجال كنوز. بارك الله فيك، الله يدومها. صحيت I'm doing.